أنا ما يمشي بس حياتنا محالة مولا ولك والي السوق فيه احنا 14 عام طوبك يجري الحالة الناس ما تحويش في السوق ماتوا في السوق ما كاين حتى حاجة الفلوس راه عاطينا 9000 درهم ما داروا معنا والو لا طواليطات لا المو... الو... الوعود كاينه والتنفيذ ما كاينش كل نوبه كيوعدونا شهر ان شاء الله راه غنبنيو لكم غادي تحولوا هنا ما كاين حتى حاجه ايوا هادشي راه بزاف ضروري نفسو عيدنا كل الناس فسو كل عام كيقولوا لنا غنحصيوكم غنهنيو ليكم شي بنايات ما كاينين محرومين من الماء محرومين من الضو كل عام هم غيسين مكرسين الشتا كتصب علينا كتجي الشمس عاوتاني الحالة الحالة كنعيشو فيها حنا ولادنا مارسي ديالنا كل حنا منظمين تحنا بحالنا بحال المارسي بحالنا بحال العباد بايعين السلام عليكم من السوق اللبن حقلوا لنا كنا في البني وركبوا لنا وحقلوا لنا المحطه ومن المحطة ركبوا لينا ركبونا المواطن وجابونا هنا لهذا السوق الاخر تاني داروا لينا على الحشيش وبقينا في التكافلس وشنو هما الحوايج اللي كتعانيو منا على اساس بانكم بيعوا شغلكم؟ بغينا يبنيو لينا سوق وحيدونا من التكافلس السلام عليكم. نزلوا السوق كنتواجدوا في سوق الدامير تابع العمل في دار درب السلطان. كنعانيو من جميع الوسائل ديال البنيه التحتيه ما عندناش من ناحيه الماء من ناحيه الضوء من ناحيه البيع والشراء ما كاينش وكاينه وعود كتعطانا على اساس باش يبنيو لينا من المده ديال 92 وما زيد عليها. وهاد الارض كيتوافدوا عليها عمال وكيواعدونا اساس او رئيس الجماعه كيما كيجي شي مسؤول كيوعدنا على اساس واش غادي يبني لنا وما كاين لا بنيان لا محزن